صناديق الأمانات خدمة يوفرها البنك، وذلك لحفظ المقتنيات الثمينة والمستندات والأوراق الهامة. تتوفر في عدد من الفروع وبأحجام مختلفة ما بين صغيرة، متوسطة، كبيرة وكبيرة جداً. يوجد تأمين على صندوق الأمانات بقيمة 50 دينار يتم دفعها مقدماً عند إيجار الصندوق، حيث يقوم البنك بإعادة القيمة عند إنهاء العميل لعقد الإيجار. يتم دفع قيمة إيجار الصندوق مقدماً. يجوز تفويض شخص آخر، وكيل، مفوض، ومنحه صلاحية فتح صندوق الأمانات. هي صناديق ذو مفتاحين، أحدهما لدى البنك والآخر لدى العميل. لإصدار مفتاح إضافي نتيجة فقدان أو ضياع المفتاح، سيتم إصدار مفتاح جديد بعمولة 30 دينار. في حال الرغبة بإنهاء عقد إيجار الصندوق، يلتزم العميل بإعادة نسختي المفتاح للبنك مع أحقية البنك في عدم إعادة قيمة التأمين للعميل في حال عدم استلام نسختي المفتاح. في حال رغبة العميل إنهاء عقد إيجار الصندوق، يلتزم العميل بسداد أي قيمة إيجارية مستحقة لم يتم سدادها. الشروط: أن يكون لديك حساب مصرفي، بطاقة مدنية صالحة، وكذلك الأمر في حال تفويض شخص آخر، وكيل، مفوض.